السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم، معاكم مستر محمد طلحة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ منهج كونكت بلس. طبعا الكتاب ده حبايبي هو كتاب الباهر. يلا تعالوا نبدأ أول وحدة معانا، واللي عنوانها Life in my world. Life in my world يعني الحياة في عالمي. تاني Life in my world. بس قبل ما نبتدي يلا، لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. تعالوا يلا نبتدي بكلمات Lesson 1 واللي عنوانها A great trip. A great يعني عظيم، trip يعني رحلة. A great trip يعني رحلة عظيمة. أول كلمة معنا حبايبي هي كلمة desert. desert desert وديزرت حبايبي معنى صحراء. first 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 كلمة first معناها غابة. عندنا كلمة marine 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 بمعنى بحري. عندنا كلمة fresh water fresh water fresh water بمعنى مياه عذبة. عندنا كلمة rainforest 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 بمعنى غابة مطيرة. grassland 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 بمعنى أرض عشبية. طبعا عندنا ده كله بنلاقيه في الإيكوسيستمز. إيكوسيستمز يعني أنظمة بيئية. تاني إيكوسيستمز معناها أنظمة بيئية. تعالوا يلا نشوف الإكسترا فوكابولاري اللي هو مدهالي في صفحة 16. أول كلمة كلمة storm. storm storm يعني عاصفة. area area بمعنى منطقة. thick 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 بمعنى سميك. salt water salt water salt water بمعنى مياه مالحة. diseases 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 بمعنى أمراض. butterflies 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 بمعنى فراشات. species species طبعا السي اي اي اس هنا هتنطق شز شز. species species roots roots بمعنى جذور. trip trip بمعنى رحلة. south sinai South Sinai South Sinai بمعنى جنوب سيناء. shallow shallow بمعنى ضحل أو غير عميق يعني مش عميق. illnesses 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 بمعنى أمراض. community 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 بمعنى مجتمع. mangrove forests mangrove forests mangrove forests بمعنى غابات المانغروف. soil 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 بمعنى تربة. كربون دايوكسيد كربون دايوكسيد كربون دايوكسيد بمعنى ثاني أكسيد الكربون. تعالوا نشوف أهم الإكسبريشنز أند بريبوزيشنز اللي هو مدهالي. along the coast along the coast معناها بامتداد الساحل. grow out of يعني ينمو من. safe home for يعني موطن آمن لي. living things living things living things بمعنى كائنات حية. non-living things non-living things بمعنى كائنات غير حية. interact with interact with بمعنى يتفاعل مع. interact with high out of high out of أعلى من. species of species of بمعنى أنواع من. نابك ناشونال بارك نابك ناشونال بارك طبعا دي جزيرة نبق الوطنية. global warming global warming global warming دي معناها الاحتباس الحراري. تعالوا نشوف حبايبي يلا اهم الافعال اللي هو مديها لي بالنسبه للافعال الريجولر العاديه. arrive arrive arrived arrived and the past participle is arrived arrived. protect protect يعني يحمي. protected protected protected. interact interact interacted interacted Interacted. Survive. 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 Survived. 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 Fight. Fight. Fought. 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 Grow. Grow. Grew. Grew. Grown. Grown. تعالوا يلا نشوف درسنا الأول واللي بيكلم عن our school trip to Nabuk National Park. يعني رحلتنا المدرسية لجزيرة نبق الوطنية ودي باي هبة عثمان. طبعا اللي كتبها هبة عثمان.
تعالى كده بيقول ان نابك از ا فيري بيج ناشونال بارك ان ساوث سيناي، بيقول لي ان ناب دي حديقه وطنيه كبيره جدا في جنوب سيناء. Along the coast here, يعني على امتداد الساحل هنا, there are 4.8 kilometers of mangrove forest. في غابة مانجروف بامتداد 4.8 كيلومتر, which is the largest in the Red Sea. ودي تعتبر الأكبر في البحر الأحمر. تاني, دي تعتبر الأكبر في البحر الأحمر. خلي بالك حبيبي إن ذا بيجي معاها صفة AST, يعني ذا لما الصفة تيجي وراها دايما بحط لها AST, وزاد لو كانت الصفة short قصيرة. We went there to learn why mangrove forests are so important for the marine ecosystem. طبعا احنا رايحين هناك عشان نعرف ليه غابات المانجروف دي مهمة جدا للنظام البيئي البحري. فبيقول لي when we arrived at the beach, لما وصلنا للشاطئ, we saw trees growing out of the sea. شفنا اشجار طالعة من البحر. Most trees can grow in salt water. طبعا احنا عارفين ان الاشجار ما بتنموش في المياه المالحة. But mangrove trees can, لكن شجر المانجروف يقدر ينمو في المياه المالحة. They have amazing roots which grow high out of the water. ليها جذور غريبة جدا مدهشة بتنمو على المياه. These roots help them get oxygen. طبعا الجذور دي بتساعدهم انهم يحصلوا على الاكسجين. When I touched the tree's leaves, لما انا لمست اوراق الشجر ده, they felt very thick. طبعا كلمة thick حبايبي معناها سميك, يعني كمل مسها سميك. These special leaves stop the plants losing water when it's very hot. طبعا الاوراق السميكة دي بتمنع النبات من انه يفقد الماء في وقت الحر. We learned that mangrove trees help the environment in many ways. طبعا احنا تعلمنا ان شجر المانجروف ده بيساعد البيئة بأشكال متعددة او بطرق متعددة. Mangrove trees protect the non-living things and the living things in the marine ecosystem. طبعا شجر المانجروف ده بيحمي سواء الكائنات الغير حية, non-living things حبايبي الكائنات غير حية, or the non-living or the living things, يعني او الكائنات الغير حية في النظام البيئي البحري. When there are storms, لما بيبقى فيه عاصفة حبايبي, their deep roots stop the sand washing away. طبعا الجذور بتاعتها دي بتمنع الرمال من انها تنجرف. The forests are also a safe home for many animals. قال لي كمان الغابات دي يعتبر موطن آمن لكثير من الحيوانات. Hundreds of different kinds of fish, birds, insects and other animals live in the mangrove forests. بيقول لي مئات الأنواع حبايبي من الأسماك وكمان الطيور وكمان الحشرات وكمان الحيوانات بتعيش في غابات المانجروف. We could see many little fish swimming in the shallow water among the roots of the trees, where bigger fish and other animals couldn't catch them. بنشوف كمان كتير من الأسماك الصغيرة بتعوم في المياه الضحلة ما بين الجذور بتاعة الأشجار دي. ليه؟ قال لي حيث where, خلي بالكم ان احنا هنتكلم عن ضمير الوصل في الوحدة دي, بيقول where bigger fish and other animals couldn't catch them, اللي فيها ما يقدرش الاسماك الكبيرة ولا الحيوانات انها تمسكها. That's how mangrove trees help young fish survive. ودي الطريقة اللي المانجروف تريز بتساعد الاسماك الصغيرة انها تنجو وتبقى على قيد الحياة. تعالى كده في صفحة 18, بيقول لي the leaves of the mangrove trees take 4 times more carbon dioxide from the air than other kinds of trees. تخيل ان اوراق شجر المانجروف بتسحب ثاني اكسيد الكربون 4 اضعاف مما بتسحبه طبعا الاشجار العادية. Mangrove trees help us with global warming, يبقى اكيد كده بتساعدنا في الاحتباس الحراري لانها بتسحب الغاز الضار اللي هو ثاني اكسيد الكربون. We also saw small yellow flowers on the mangrove trees. شفنا كمان زهور صفرة جميلة كده على أشجار المانجروف. There were a lot of bees and other insects on them. كان فيه كتير من النحل وكمان الحشرات الأخرى. Bees make a special honey from the mangrove flowers. بيقول لي إن النحل بيعمل
عسل مميز كده من زهور المانجروف. بيقول people say mangrove honey helps fight some illnesses and diseases. بيقول لي ان كمان الناس بتقول ان عسل المانجروف ده بيساعد في مكافحة الكثير من الامراض. What I liked most about the mangrove was seeing all the different species making a community. طبعا اللي انا حبيته في شجر المانجروف ده ان كل الفصائل عامله لها مجتمعات. The plants, animals and insects all interact with each other to survive. طبعا النباتات والحيوانات والحشرات كل ده بيتفاعل مع بعضه عشان يبقى على قيد الحياة. I've never seen so many different species of butterflies. عمري ما شفت انواع كتيره كده وفصائل كتيره كده من الفراشات. It was a great day. فبيقول ده كان يوم عظيم. تعالوا نشوف حبايبي بقى السؤال الاولاني اللي بيقول لي how much carbon dioxide do mangrove leaves take. يا ترى كم كميه how much حبايبي معناها كم كميه. فبيقول لي كم كميه ثاني اكسيد الكربون اللي شجر المانجروف او اوراق المانجروف بتاخدها. طبعا مديني فوق قال لي the leaves of the mangrove trees ملا حبايبي take 4 times more carbon dioxide from the air than other kinds of trees. يبقى هي دي الاجابه بتاعتي. تعال نشوف السؤال الثاني. بيقول why do plants animals and insects interact with each other. طبعا ليه الحيوانات والنباتات والحشرات كل ده بيتفاعل مع بعضه وبيتعامل مع بعضه. طبعا اكيد شكل ما هو قال لي to survive. to survive لكي تبقى على قيد الحياه. تاني to survive لكي تبقى على قيد الحياه. طبعا حبايبي لو بصينا هنا في الجدول ده بيقول لي what lives in different ecosystems. يا ترى ايه اللي بيعيش في الانظمه البيئيه المختلفه. طبعا مديني هنا الايكو سيستم يعني النظام البيئي وبعدين الاشياء الكائنات الحيه اللي بتعيش فيه والكائنات الغير حيه اللي موجوده فيه. طبعا عندنا اول حاجه الديزرت. ديزرت حبايبي اللي هي الصحراء بلاقي فيها كاملز يعني جمال، ليزردز سحالب، فوكسز يعني ثعالب. طيب النون ليفنج ثينجز الموجوده فيها هيقول لي ساند. ساند حبايبي بمعنى رمال. عندنا النظام البيئي الثاني هو رين فورست. رين فورست حبايبي اللي هي الغابه المطيره حاليا فيها انسكتس يعني حشرات، سنيكس ثعابين، مونكيز يعني قرود. طبعا النون ليفنج ثينجز موجوده فيها سويل. سويل حبايبي يعني تربه طينيه. عندنا كلمه مارين طبعا ده بحري بلاقي فيه فيش اند كورال ريفز. كورال ريفز حبايبي بمعنى شعاب مرجانيه. والنون ليفنج ثينجز الموجوده فيها حلاقي الروكس وكمان ووتر. روكس حبايبي يعني صخور ووتر بمعنى ميه. طب عندنا الجراس لاند. جراس لاند ده البيئه العشبيه او النظام البيئي اللي مليان اعشاب. طبعا الليفنج ثينجز الموجوده فيها حلاقي جراس اند لاينز. لاينز حبايبي اللي هي الاسود. طب النون ليفنج ثينجز الكائنات الغير حيه صايل برضو موجود تربه. تعالوا نشوف حبايبي بقى الاسئله اللي موجوده في صفحه 19 على درسنا الاول. كل listen and choose the correct answer. تعالى يلا نستمع وكمان نختار الإجابة الصحيحة. بيقولين Nabuk National Park is in South Sinai. طبعا فين سيناي حبيبي؟ ادي سيناي. طيب اللي بعدها بيقول along the coast there are 4.8 kilometers of mangrove forest. فين المانجروف؟ ادي المانجروف. طب نمبر 3 بيقول المانجروف forests are so important for the ecosystem. طبعا هنا marine ecosystem يعني النظام البيئي البحري. نمبر 4 بيقول المانجروف trees can grow in salt water. طبعا في المياه المالحه. ادي عندي كلمه salt. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال رقم 2. بيقول مارين طبعا مارين قلنا يعني بحري، فيش يعني اسماك او سمك، تريب يعني رحله، سيناي اللي هي سيناء. بيقول علي بيكلم ساره بيقول لها هاي ساره وير ديد يو جو يسترداي، يعني انت رحت فين امبارح؟ فقالت له اي ونت اون سكول ايد تو نابك ناشونال بارك. اكيد طبعا سكول تريب، يبقى سكول تريب هكتب على تريب واحد. طيب وير از نابك ناشونال بارك؟ بيقول لها يا فين حديقة نبق الوطنية دي؟ قالت له it's in south sinai يعني في جنوب سيناء. فين حبايبي سيناي؟ ادي سيناي هكتب عليها طبعا 2. طيب بيقول why did you go there؟ بيقول لها ليه انت رحت هناك؟ قالت له to learn why mangrove forests are so important for the ecosystem. طبعا اكيد the marine ecosystem يعني النظام البيئي البحري. فهاجي على marine
ودي هتبقى نمبر 3. طيب تعالى على اللي بعدها، بيقولها what are some of the living things in a marine ecosystem، ايه الكائنات الحية اللي في النظام البيئي البحري. Hundreds of different kinds of، اكيد اللي موجود فيها هيبقى اسماك، فهقول hundreds of different kinds of fish، fish حبايبي اللي هي الاسماك، تاني fish اللي هي الاسماك. تعالوا يلا نشوف السؤال الثالث، بيقول the mangrove forest is there in the Red Sea. طبعا قلنا غابات المانجروف هي الاكبر، فين الاكبر يا ترى، smallest ولا tallest ولا shortest ولا largest؟ هتقول لا يا مستر largest. طيب تعالوا نشوف نمبر 2، بيقول mangrove trees are so for the marine ecosystem. بيقول لي شجر المانجروف ده طبعا قلنا مهم جدا للحياه البيئيه البحريه، للنظام البيئي البحري، فلازم اقول so important، important حبايبي بمعنى مهم. تعالى نمبر 3، بيقول mangrove leaves are very، قلنا يا حبايبي لما هو لمس المانجروف leaves لقاها thick، قلنا thick حبايبي بمعنى سميك. نمبر 4، بيقول mangrove trees help young fish too، بيساعد الاسماك الصغيره انها ايه، برافو عليكم، survive، survive يعني تبقى على قيد الحياه او تنجو. نمبر 5، بيقول bees make a special from the mangrove flowers، طبعا اكيد النحل كده كده بيعمل ايه، هتقول لي honey، honey حبايبي بمعنى عسل. طب نمبر 6، بيقول in an ecosystem living things A with non-living things، طبعا في النظام البيئي اكيد الكائنات الحيه بتتفاعل مع الكائنات الغير حيه، فلازم اقول interact، interact. نمبر 7، بقول animals and plants are A things، طبعا بقول لي ان الحيوانات والنباتات دي كلها هتقول لي living things، living things حبايبي بمعنى كائنات حيه. تعال نشوف نمبر 8، بقول mangrove trees are special because they can grow in a water، طبعا قلنا حبايبي شكر المانجروف ده مميز لانه بيقدر ينمو في الميه الايه، هتقول لي salt، salt حبايبي بمعنى مالح. نمبر 9، بقول mangrove forests A the marine ecosystem، طبعا بقول لي غابات المانجروف ايه بتعمل ايه في البيئة البحرية او بتعمل ايه في النظام البيئي البحري، قلنا protect، protect حبايبي بمعنى بتحميه، انما kill تقتل، damage تدمر، destroy بمعنى يدمر. طب تعال نشوف نمبر 10، بقول لي the leaves of mangrove trees take more air from the air than other trees، طبعا قلنا بتاخد ايه اكتر من الهواء، تقول لي كربون دايكسايد، بتاخد ثاني اكسيد الكربون، عشان كده مفيده جدا للبيئه. نمبر 11، بول مانجروف هاني helps fight some A and diseases، طبعا قلنا ان عسل المانجروف بيساعد في مكافحه الامراض، فين الامراض حبايبي، هتقول لي illnesses. طب نمبر 12، بقول لي the plants animals and insects A with each other to survive، بيعملوا ايه مع بعض عشان يبقوا على قيد الحياة، هتقول interact، بيتفاعلوا مع بعض. تعالوا نشوف حبايبي سؤال الترتيب، بيقول trees survive mangrove fish young help، طبعا اكيد هنقول ان شجر المانجروف بيساعد الاسماك الصغيرة انها تبقى على قيد الحياة، يبقى اذا هقول mangrove trees help young fish survive. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال الثاني، بيقول plants the animals، the animals an ecosystem an area in is and all، طبعا حبايبي شكل ما عرفنا الايكو سيستم، قلنا هو كل النباتات والحيوانات او الحيوانات والنباتات اللي موجوده في منطقه معينه، فبالتالي هقول an ecosystem is all the animals and the plants in an area. تعال نشوف اللي بعدها، بيقول لي thick leaves are mangrove very، طبعا عارفين حبايبي ان اوراق المانجروف دي very thick، فاذا هقول mangrove leaves are very thick، mangrove leaves are very thick. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال الخامس، وهو سؤال القطعة، بيقول an ecosystem is all the animals and plants in an area. The ecosystem can be as small as a pond or as big as a forest. بيقول لي ان النظام البيئي ده ممكن يكون بحيرة صغيرة او كمان ممكن يكون غابة كبيرة جدا. In an ecosystem, living things such as plants and animals interact with non-living things such as water, rocks, and soil.
the different species in an ecosystem make a community and they all need each other to survive. احنا قلنا في الايكوسيستم الكائنات الحية بتتفاعل مع الكائنات الغير حية عشان قال قيد الحياة، وكمان الانواع المختلفة بتكون مجموعات وكلها طبعا في حاجة لبعضها لكي تنمو. تعال نشوف السؤال الاولاني، بيقول لي the ecosystem can as big as ممكن يكون كبير مثل، طبعا قلنا a forest، forest حبيبي اللي هي الغابة. number 2 بيقول لي living things are things such as plants and بيقول لي ان الكائنات الحية هي كائنات زي النباتات وايه كمان حبيبي طالما حي يبقى animals، animals حبيبي بمعنى حيوانات. اللي بعدها بيقولي what's an ecosystem، ايه هو الايكوسيستم؟ طبعا شكل مقلب فوق حبيبي. an ecosystem is all the animals and plants in an area، يعني في منطقة. تعال نشوف السؤال الرابع، بيقولي why do the different species in an ecosystem need each other، قلنا حبيبي to survive، تاني to survive. طبعا هنا طبعا السؤال السادس حبايبي بيقول write a paragraph of 50 words about the mangrove forest. طبعا هتقروا الموضوع كويس جدا وبعد كده تحاول تكتب ونشوفه مع بعض في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. وتابعنا على القناة دي في منهج Connect 5 Plus، طبعا منهج Connect Plus للصف الخامس الابتدائي، وانت هتلاقيه ان شاء الله في قوائم التشغيل هتلاقي مكتوب Connect 5 Plus او الخامس Connect Plus. شاير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنونا في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.